بقول لك لم تمضي بضعه ايام حتى شالوه. الله يخرب عقله. ضيعها وقعد على تلاها، خرابها وقعد على تلاها. بسمة. ايوه بسمة. مساء الخير يا بابا. مساء النور يا حبيبتي. ايه رايحة على فين؟ ازيك عامل ايه؟ اه كويس، كنت بقرا عن اسماعيل. انا رايحة مشوار صغير وراجعة على طول. عايزة حاجة؟ طب اه دي اجي معاك المشوار ده. ايه المشكلة بدل ما انا قاعد لوحدي؟ معلش يا بابا مش هينفع المرة دي عشان انا مستعجلة قوي، بس انا راجعة على طول. طيب اقول لك ايه رايك لو افتح لك التلفزيون تقعد تتفرج عليه شوية؟ انا قافل التلفزيون، كل ما افتحه الاقي الناس بتنط وبيضربوا بعضهم بيتخانقوا مع بعض، كأن البلد خلاص باظت وجابوا ضرافة. بعد الشر. طيب اوعدك ان انا مش هتأخر، ممكن تقعد تستناني؟ هقعد استناك. ربنا يخليك. مش عايز حاجه اجيبها لك؟ لا لا انا يكفي انك ترجعي. ربنا يخليك. لازم ترجعي. بس طبعا هرجع لك يا حبيبي. باي باي. خدي بالك من نفسك. وانت كمان امشي جنب الحيط. جنب الحيط. جنب الحيط على طول. باي باي. يلا باي باي. باي باي. وحشتينا يا شمس. انتوا كمان. انت فين كل ده؟ اهو قاعده مع ناس قرايبي طيبين قوي. منور الدنيا. الله يخليك. هنعمل ايه النهارده؟ لا بصراحه انا مش هنعمل حاجه، انا جايه كده جايه اعرض عليكم مشروع. مشروع خير. انتوا عارفين كويس ان انا بحب المكياج وبفهم فيه كويس قوي. طبعا استاذه كبيره. ثانك يو. فكرت يعني لو ينفع وتحبوا اني امسك مع ساره المكياج هنا في المحل. فعلا تحفه. ده هايل، ده مكسب لينا كبير جدا. ميرسي قوي. ممكن ساره تمسك الشغل بره وحضرتك تمسكي الشغل في المكان. ده يبقى هايل ونظبط مع بعض. مش هتضايقي يا ساره؟ خالص، احنا بنحبك اصلا. انا كمان. طب مش هتضايقي لو الزباين اللي عارفينك يكلموكي عشان تعمل لهم ميك اب؟ مش عارفه، يمكن، بس اتس فاكت لازم اشتغل. شمس اهم حاجه ان انت تكوني بتعملي الحاجه اللي انت بتحبيها. وبعدين الشغل مش عيب، وبكرة حقك يرجع لك وهتبقي أحسن من الأول. ادعولي أرجع حق أبويا. مريومة عندي خبر بمليون جنيه. إيه؟ أنا اشتغلت بجد؟ لا واشتغلت شغلانة بحبها جدا، ماكيورة. بتهزري؟ ده أنا طول عمري دي شغلانة عمري. بجد؟ أفهم قوي في المكياج وكده، عارفة؟ أنا كمان. وإيه بقى هعمل شغل يجنن. قولي لي عاملة إيه في المذاكرة؟ بتسلم عليك يا لمضة. طمنيني عملتي إيه في المدرسة بعد ما مشيت مع ميس راوية؟ اتعدلت عدلة معايا يا شموسة. بعد ما عرفت إن هشام يعرفني بقت إيه، دلوقتي بتعاملني إيه؟ أكيد طبعًا، يعني زميلها بقى وبتحترمه. لا مش عادي ولا حاجة، هي كل المدرسين ما بيدقوهاش، عارفة؟ بس هي شكلها إيه زي ما تقولي بتسقم عليه. يعني إيه؟ يعني مثلا ايه زي بتخفش عليه. بنتي كلميني عربي افهم، بتقولي ايه؟ يعني يا شمس بتتدلع عليه، عايزه تظبط معاه، بتعكسه، حوارات ستات كده يعني. طب خلاص 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 انا فهمت. احلى كوبايه بون يا استاذ رمضان. تسلم ايدك يا روح حبيبي يا اسطى. انت ظبطها ظبطه حلوه؟ عينيا يا اسطى، انت تأمرني. حد عايز حاجه هنا؟ تحت الشارع. السلام عليكم. لو سمحت بيت نمره 16. نعم؟ بيت نمره 16. اسال المسطول ده. اسال ايه؟ المسطول اللي هناك ده. مسطول؟ اه مسطول، اساله. برنس يا عمر بحاجه؟ بيت نمره 16 فين لو سمحت؟ عايز مين في 16؟ بيت الدكتورة سلمى. دكتورة سلمى. عايز الدكتورة سلمى في ايه بقى؟ سوري يعني، بس انت مالك؟ انا مالي؟ تصدق ان انت كده مش تمام. استنى ايه ده بس، عارف نازل ايدك دي؟ انت بتكلم دكتور محترم. انت منين ياض؟ ما تغيرش النضارة دي، استنى بس كده. هو ايه اللي منين؟ انت منين ياض؟ بقول لك نزل ايدك. ولا انت هتعملي فيها بولا يالا؟ عايز ايه؟ بقول لك انت ايه؟ احترم نفسك كده، انت ما تعرفش انا ممكن اعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه يا عم؟ هشام ده ما تطلعوش عليا. بقول لك ايه يا عم؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ مريم مريم في ايه؟ ازاي ده كله في ايه؟ خناقه خناقه عندنا في الشارع، تعالي لازم تتفرجي. خناقه دي اللي هتفرج عليها؟ عبيطه هتنبسطي قوي، تعالي. هتنبسط من الخناقه اللي انت عايزه كده. في ايه؟ استنوني استنوني. بصي في ايه؟ رمضان بتاع الكبده بيتخانق. رمضان؟
هو بيضرب مين؟ شكله بيروق عيل سيس. ايه بالقفاص دي يا بنت؟ العياده اللي بتقرا مش عارف ايدك عليك ممكن اعمل فيك ايه؟ يا لهوي ليه كده يا رمضان؟ ده دكتور حازم. حازم؟ حازم مين؟ حازم مين يا سلمى؟ حازم مين؟ تعالي بس بصي بصي عيب كده يا رمضان عيب. عيب ايه بس زميلهم بيتخانقوا واحنا بنتفرج يا شمس. خلاص يا عم يا عم يا عم يا عم بقول لك اهو يا عم بقول لك اهو يا عم يا عم يا عم رمضان المعيد تاني يا جدعان بقول لك اهو يا عم خلاص يا ابني خلاص يا ابني تعالى يا استاذ تعالى اعمل المعيد يا عم بقول لك نازل ايدك تعالى يا عم ماشي الشغل الجنان ده عليا حقك على اسف يا دكتور مؤاخذه اسف يا عم اسطى انت فاكرني ميكانيكي خلاص يا عم الدكتور خلاص بقى مين البني ادم ده معلش خلاص بقى ما تزيطش فيها يا عم الدكتور خلاص يا رمضان انت عامل فيها البلطجي بتاع المنطقه ايه بتحقق مع اللي رايح واللي جاي ما لو وقفتي دي ما كانتش موجوده كان زمان بص بيوت المنطقه اتقشطت ماشي يا سيدي متشكرين خلاص عم رمضان اتفضل يا دكتور اتفضل خلاص اقعد يا دكتور اتفضل يا عم الدكتور خلاص اقعد يا كل اقعد يا استاذ روى يا اسطى انت معيس برضو ما خلاص بقى يا رمضان الله اتفضل يا ابله اتفضل خلاص يا دكتور غير لي حجر ده انا يا كبير مين البني ادم ده خلاص يا دكتور حازم كده يا ربيع كده تتاخر كده وكمان قافل تليفونك مش عارفين نكلمك ولا عارفين انت فين معلش يا عم كريم زمانه جاي واكيد عارف اي حاجه من اصحابه اول مره يعملها يرش الشيطان ركب دماغه استغفر الله العظيم الاخبار يا كريم الحمد لله جت سليمه ايه هو اتعور رد يا واد ابوك جرى له حاجه بابا ايه انا بتكلم على المعيد بتاع سلمى اللي طلع عنده معيد احنا بنسالك على ابوك صحابك ما شافوش لا محدش شافه وانا ما لقيتوش طب ايه اخبار المعيد بتاع سلمى ايه دي الحكايه دي ايه ماما احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي هو انا يعني حرم عليا السؤال مستخسرين فيا اسال لا لا يا ماما مش قصدها حاجه هي قصدها بس لما نلاقي بابا الاول بعد كده ما نشوف موضوع معيد سلمى طيب انا هخش اكلم اخواته تاني يمكن راح لهم ربنا يجيبه بالسلامه ويطمنا عليه يا رب هي ايه بقى حكايه المعيد بتاع سلمى ده وانا اللي كنت فاكرك عقله مش طمني على ابوكي الاول كان هتديني علقه مش هتتخيلي العلقه شكلها عامل ازاي تفتكري يا بنتي ايه في حاجه ما بينهم ها؟ انا اسفه جدا يا حازم بس انت كان المفروض تعرفني ان انت جاي اسفه على ايه بس يا سلمى هو ده بني ادم اصلا اللي تحت ده وبعدين لو كنت قلت لك كنت هتعندي برضه مش هخليني اشوفك من فضلك يا حازم انا مش عناديه لا عناديه ودماغك ناشفه يا سلمى اهلا وسهلا انا اسفه اذا كنت بقطع كلامكم يعني لا انا اللي اسف يا مدام شمس انا شمس قريبه الاولاد قاعده معاهم هنا في البيت لغايه ما جدتهم ان شاء الله تطلع بالسلامه اهلا وسهلا بحضرتك وان شاء الله ربنا يطمنا عليها وتخرج بالسلامه ميرسي قوي الله يخليك والكتكوته الصغيره دي تبقى اخت حضرتك لا بنتها بس يا بنت اهلا وسهلا اهلا بحضرتك انا كنت جاي بخصوص ايوه بخصوص ايه ان شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام يا يحيى كويس انك جيت اتفضل خير يا ابنا سمعت ان انت اتخانقتي مع رمضان كبده مساء الخير مين الباشمهندس ده حازم يحيى المعيد بتاعي في الكليه المعيد اهلا ازيك يا ست معيد نورنا اخبارك ايه يحيى مش يحيى برضو ايه ده انا معروف في بيتر يا ما شاء الله اهلا اهلا نورنا اهلا وسهلا اهلا بحضرتك حضرتك كنت بتقول جاي بخصوص ايه كنت جاي بخصوص مدموزيل سلمى مدموزيل سلمى يعني ممكن حضرتك توضح شويه اكتر بخصوص ايه بخصوص كنت جاي اطلب ايد سلمى مريم ايه يا هبل انت بتعملي ايه بتزغبطي على ايه ايه يا سلمى في ايه ايه حازم شغل عيال صغيرين دول مش لما تيجي تتقدم لي تبقى معرفني حاجه زي كده وبعدين مش تعرف رايي تعرف منين اذا كنت موافقه ولا مش موافقه يا حبيبتي هو اتقدم اهو وانت دلوقتي تقولي اذا كنت موافقه ولا مش موافقه بتهيالي ما ينفعش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي لازم نطمن على تيتا الاول بصراحه يعني هي عداها العيب ما ينفعش الحاجه الكبيره تبقى في المستشفى واحنا هنا نعمل احتفال وبارتي ولا ايه طبعا طيب افهم من كده ان انا مش هسلم هي سلمى مش قصدها انك تمشي سلمى قصدها سلمى تعرف تقول قصدها كويس قوي يا شمس وبتهيألي ده قراري انا مش من حقك اصلا تتدخلي فيه يحيى ممكن بعد اذنك توصل دكتور حازم على فكره اللي انت بتعمليه ده ما يساعدش خالص يا سلمى استنوا يا جماعه انا اسفه قوي معلش احنا اتشرفنا بحضرتك انا اللي بجد اسف معلش استاذنك اتفضل لا يا باشا والله لو وصلك اتفضل والله العظيم منورنا وشرفتنا يا دكتور ربنا يخليك يا يحيى انا اللي بس كان نفسي اشوفك في ظروف احسن من كده لا ازاي انا شرفت بيك وارجو بس رجاء يعني
ما تزعلش من سلمى، هي قلبها طيب قوي بس بوزها سابق تفكيرها. يلا معلش الحمد لله. الحمد لله. انا بقى اللي ليه عندك رجوع. يا نهار ابيض، ارجو براحتك. ان شاء الله المره الجايه لما تيجي تروح تزور جدتك انا عايز اجي معاك. انت شرفنا. ولو كده ان شاء الله حتى بعدي عليك بعربيتي. ما شاء الله عندك عربيه. عربيه ايه؟ 132 على قد كده. 132 اجدع ناس. عوال الزد فور ان شاء الله. يا رب. نورت. طب معلش استاذنك في حاجه. ايه يا حبيبي؟ اديني بس نمرتك عشان خاطر ايه؟ يعني طبعًا. ابقى اتواصل بقى. طبعًا. عندك فيس؟ فيس دق؟ لا ماليش في الحاجات دي. ماشي. يا اسطى قول مبروك ومبل الشربات وحركات ولا ايه يا اسطى؟ والله العظيم يا رب. عم رمضان خليك حلو كده ووحوي يا وحوي، الزميل يخص. يا شيف انا عرفت انه يخص يا شيف من ساعه ما زغروته حلوه رنت في بيتكم. وبعدين احنا اصلا لو كنا في الصيف كنا قلنا الاموره الصغيره جابت مجموع حلو في الثانويه، انما كده يبقى في كلام على خطوبه والطوبه جت في المعطوبه. لا طوبه ولا معطوبه، خليك في حالك كده بقى واهدى. ها اهدى. الله 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 الله. في ايه يا منطقه؟ انتوا مش عايزيننا نفرح معاك ولا ايه؟ ولا احنا يعني في الحزن مدعيين وفي الفرح من عابدين؟ يلا بينا يا يحيى عشان انا مش ناقصه مد ايدي على حد تاني. حد دي عامله كام يا كابتن؟ خليك في ايه يا عم؟ مالهم اللي من عابدين؟ اجدع ناس. وعلى فكره